تحية للأفغان فهمهم محروم واجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمتك من أرسلته رحمة للعالمين و
واغفر لنا يا كريم، واغفر لنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين olan yüce Allah'ım. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i yüce dergahında en güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Elde edilen sevabı başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şereflerine hediye eyledik, seni haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Adem atamızdan Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, sahabenin, tabi'in, tebaut tabi'in, ehl-i beytin ve bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, sen onları da haberdar eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, şu anda defnetmiş olduğumuz merhume Gülsüm kulunun da ruhuna hediye eyledik, sen onu da haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Münker ve nekir sorgu melekleri geldikleri zaman sorgu ve sualine doğru olarak cevap vermesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geride kalan ailesine de sabr-ı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Burada amin diyerek duamıza icabet eden Müslümanın kardeşlerimizin ve bizlerin de bütün ölmüşlerimizin ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik, seni onları da haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Geride kalanlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyetle ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu kabristanda yatan ve diğer Müslümanların kabristanlarında yatan bütün merhum ve merhumelerin de ruhlarına hediye eyledik, seni onları da haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affettiğin ve bağışladığın kulların arasına dahil eyle ya Rabbi. Bizleri de şu kabristanlardan ibret alarak ahiret yurduna hazırlanan kullarından eyle ya Rabbi. Bizlere de son nefesimize kelime-i şehadet nasip eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesini diyebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena etena fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve kina azabennar. Rabbi ce'alni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Oh.